شو حلو لبنان، بتكون قايم عم اهلك ورايح على شغلك على رواق وعامل حساباتك بتوصل على الساعه 8 وفجاه بيطلع لك كاميو قدامك سكس ويل اخذ وقته وبتوصل على الساعه 9 رواق. اقولكم تزمرت له بيزيح. عنا بلبنان ما بتفهم شيء. 32 28 10 11 كل ترمبة بتعير الدولاب على ذوقه، هاي بالشتوية شيء وبالصيفية شيء. أنا بما السيارات ماشيين، عيرنا على ذوقه ال 13. بدنا نبلش بنهر الكلب. قديش بنقطع قديش بشا ولا حتى بنطلع فيها، من انا وصغير بقطع بنهر الكلب بمنطقة سكريت وبطلع هيدا الجسر وهي أول مرة بوقف عليه، في أشياء قديمة بلبنان واحد بيقدر يطلع عليها، هلا هو نهر الكلب بس هيئتهم اختفوا الميات للصيفية. المركز الأثري محل ما بلش استقلال لبنان وتغيرت حياتنا كلنا، بتبلش الكسدورة من المتن على نهر الكلب، وهلا طالع بالي روح اكل لقمة فول كسدورة عجوني. والله استقلال غيرنا حياتنا. كانت وقفة أساسية لكل الجيوش الأجنبية قبل ما تفل من لبنان، ونحن بنقطع هون كل يوم. وقفوا خدوا كم صورة. وهذا هو المعمل اللي بيجيب الكهرباء بلبنان 4 على 24. حلو. عند الفولات رح وقف قول مرحبا للشباب في محل لحم بعجين بصربة غير شكل. كيف حالك؟ وين غايبين؟ ركض يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. مشغول للدكتور عمرو كفتر شجر. لحم عجين تبع عينه من اهم كسر وين يمكن بلبنان. يوصل عجوني على صربة وعم ياكل لحم عجين كانوا راح على روحه وشاف البار. والله اللحم الطري القرش على جنب المحمصة رفيعة مثل الورقة، واللحم الطاسة كان عمل كل يوم. بتحسوا فيها البندورة اللي بقلبها، اللحمة قديش طرية تكسر كسر، عجينة بيضة. هاي لحمة الزيت الحلو مش بالغلط. أكيد معها معجين اللعبة. تعرفت على فرن بعينه من سنتين. فرن بيعمل لحم بعجين بتاخد العقل وكفت اخوات. قربوا تفرجوا على الالوان. اللحمة الغنم اللي بتنعمل هون اللي بتتحضر دقيقة بدقيقتها تقريبا في نص راس بندور عليها، المايونيز، الخبز، العجين الغير شكل.
اذا في حدا بيعمل كفته لحم عجين كثير طيبين بلبنان وفرنا بعينه بالصربة وانا بحبه كثير. مرحبا. من سنتين جيت لهون تعرفت على شخص اسمه جرجي قصيم، كان يعمل لقمة فول تاخذ العقل، كان المحل كثير قديم واليوم تغير، بعد سنتين اللي ابن خيو استلم الموضوع وبيقولوا لي الطعمة بعدها زيتها. تعالوا نتفرج على لقمة فول ما في منها اثنين بيجوني. في أحلى من الضحكة على وجهه، شو حلو الضحكة على وجهه، مبسوط قاعد على رواق، الناس عم تقطع قدامه، وصلنا صفينا ونزلنا نتروق. صار الساعة 6 عم بحلى بالصحن. يلا. عم جدي شو بدك منه؟ هي ساعة تندام اللي حط لنا الفولات على الفحمات يضلوا مخمرين عرفت كله مثل القاعد. يتخمر كل النهار على الفحم. وبعدها طعم زيته؟ يعني نيجي كلنا لهون شباب يعني جديد رياضي ما نروح على النادي نتمرن. نروح نشتري سوري قلنا شو ياخذين فيتامينات هذي شيء قالوا لي فين؟ بصل وفول. بعد الطعم زيته من قبل؟ ايه اكيد. الحمص الغير شكل زيت الزيتون المعبى على الاخر الفول المخمر كله على بالك وريحة البخور الشبابي اللي صار 25 سنة بيجي لهون وللوسي اللي استلم هذه المصلحة بداية كانت بال 1890 ايام حنا بصر حنا لما نبلش بساحة جوني هو حنا بيكون عمه البي كان جرجي صغير هيدي جرجي كان اخر ايام وحنا عنا كان بلش يخفر كان بده حدا يساعده بالمحل كان جرجي عمره شي 10 12 سنة جرجي كان كثير ورش يجيبه يحطه حطه يقول له طلع فيك ما بعمل صحن الفول تعلمه بكره انا بس روح البك تسلم المحل هي عملتها بال 1960 1970 كان صار حنا عمره 80 سنة ما بقاش فيك عمل علمه مصحة جرجي جرجي كان بعده فرخ صار جرجي يعمل الفولات بيطلب يعملها حدنا لما جينا على المحل كان انت بتعرف المحل كيف كان من زمان لما جينا على المحل انا نفضت المحل مزبوط وحطيت زينات على منيو وضربت الحيطات مغسله جديده مرايه جديده وعملت لي سربريز لجرجي ما كان شيء بعد المحل طلعت جبته من البيت وجيت فتحت المحل بيت طلع هيك شو عامل قال لي ليك عمي احنا بعدنا 25 سنه بنخدم بعض قال لي ليك عمي ان شاء الله بدك تلبس حيطان ذهب والماس اذا صحن الفول ما عملته شو ما انا بعمله مش رح يمشي المال مش حيمشي المال مشي معي تعال بحكي بيعمل صف 2000 وبلشنا صار لنا سنتين على هالبوال مشيين الفول يلي بيدوب تحت لسان ما بده حتى واحد يقدر يعرفه بعد قطره من الزبده زيت الزيتون الغني يمكن في نص قليله زيت زيتون الموجودين هون الحمص اللي مع الحامض تبعه كثير طيب كثير طري وطحينه هني ما كنت منتظر زيت اللحمه اللي اكلتها انا من سنتين اللي بوقتها نزلت لي لمعه اليوم عم برجع اكلها زيت والمحل بكفي اكثر من 100 سنه وخير بقى جميل احلى صوصه كثير طالعه على الاكل زيت جوني اكيد السوق القديم البلديه القديمه الحجر تاريخ البحر بس جوني كمان غصن يلي صار له اكثر من 100 سنه فول وحمص كل ما اجى لهون بنبسط جو المحل الضحكه على وجهه لقليل اللقمه الغير شكل والكاسدورة بتكفي من جوني على تبرجة باتجاه حالات قالوا لي في واحد ببيع صفط على الشباك يعني مثل البزورات بس هو صفط هيدا نشوف شو عنده انطوني عندك حبيب صفت. قلبي عندك صفط؟ اكيد يا انطوني انزل حبيبي انزل وينك يا زلمه؟ حبيب قلبي
قديش بدنا من العاده؟ مثل العاده حر كمون حر وحركات وكده عزاوك. لا انت بتحب الحر شوي. اضرب كبر الشيء. بدنا ولا تبسكو شوي شوي بس عربي اضرب يا عم الحاج عظيم. طيب شو جمع بجيل هون؟ صفر. يا تبي عرفت ترجع له. 24 حبه ب 7000. مش حرزين الوقفه. اخوات مع هالمنظر هالهوايات طلع. قرصة حامض رشة حر. شعب بدر وقف.